السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده ومشترياتي، بس مشترياتي النهارده هي فيها جزء تجميلي وفيها جزء عن الهيلثي فود اللي هو الاكل الصحي للناس اللي هي حابه تقلل وزنها او حابه ان هي تاكل اكل صحي وتبعد عن الاكل التاني اللي هو اللي بيكون دسم ومضر طبعا. فانا بس عايزه اقول حاجه، الناس اللي كانت معايا في الحمله او متابعيني على الفيسبوك عارفه ان انا اتكلمت عن الموضوع ده وقلت في العالم مفيش حاجة اسمها دايت، هو موضوع بيبقى لايف ستايل، يعني اسلوب حياة، ان انتي بتغيري نظام اكلك، بدل الاكل اللي مش صحي بتحوليه لاكل صحي واكل كويس، وتبدأي بتقللي من الاكل بتاعك وبتاكلي 5 مرات في اليوم، وتبدأي تاكلي حاجات تكون السعرات بتاعتها قليلة وفي نفس الوقت مفيدة. فكرة الأكل مش شرط يعني ان هو تكوني بس عشان انتي ممكن تكوني رفيعة، فمتغيريش اسلوب الأكل بتاعك وتاكلي أكل مش كويس، بيكون فيه سعرات عالية، بيكون مقلي، بيكون مش مفيد للجسم، ده بيأثر على بشرتك وبيأثر على شعرك وبيأثر على كل حاجة، لأن هو مش بيكون فيه الفيتامينات اللي الجسم محتاجها. يعني حتى لو انتي أكلتي أكل صحي كمان بكميات كويسة بتلاقي برضو الجسم لسه عايز فيتامينات معينة، فاحنا بنكملها بمكملات غذائية. فسواء انت رفيعة او مليانة او عايزة تظبطي جسمك او عايزة تلعبي رياضة او عايزة تبني عضلات، في كلتا الاحوال انت لازم تغيري نظام اكل. فانا حبيت اتكلم النهاردة عن يعني الاكل تقريبا، ان انا بحبه او ان انا اديكوا افكار الحاجات اللي ممكن تكون قليلة شوية وتكون صحية ومفيدة. فلو حابة تعرفي تابعي معايا الفيديو. اول حاجة هتكلم عنها ودي حاجة لازم يعني تكون عندك، يعني ما تستغنيش عنها، مفيدة للشعر، مفيدة للناس اللي عندها هالات سودة، مفيدة ان هي بتحمي الجسم من الخلايا السرطانية، يعني كل حاجة. هو الشاي الاخضر، انتوا عارفين اهم حاجة بجد الشاي الاخضر. هو في الاول ممكن تكون صعب عليكي شوية، بعد كده هتتعودي عليه فهتحبيه. انا اشتريت ليبتون اللي هو الشاي الاخضر، في منه انواع كتير، في بالليمون، في عليه اضافات كتير، وانا جبت الاوريجينال. بس بصراحة هو كطعم كده حاساه مش، انا مش حباه، يعني انا مش حباه، حاسه ان هو في حاجة ناقصة وخفيف كمان. جبت كمان توينكيز، الشاي ده حلو قوي، جبته شاي اخضر بالنعناع، هو جميل. ليبتون بيجي في باكيت كده زي اللي انتوا شايفينه ده، هو كويس لو انتي مثلا بتشتغلي وكده ممكن تاخديه معاكي كباكيت كله، وحجمه كبير كمان، سعره تقريبا 20. توينجز غالي شوية بس بيجي في باكيت كده، ريحته حلوة وطعمه حلو ومقبول جدا. سعره مش فاكرة بصراحة كام، بس هو اغلى من، يعني دي العبوة دي ممكن تكون 17 18، في طبعا عبوات اكبر من كده يعني ب40 وكده، بس افضل. وطبعا جبت اللي هو اللوريال اللي هو بالليمون، اللي هو لبون وجنزبيل. طبعا الجنزبيل بيحرق دهون الجسم تقريبا، والليمون طبعا مفيد جدا، ان هو برضو بيحرق السعرات وبيعلي الحرق، فمفيد جدا، ممكن تجربيه. الناس بقى اللي بتحب الكوفي مثلا، القهوة او النسكافيه وكده، فانا جبت قهوة، جبت النوع ده قلت اجربه، هو حوالي 9 جنيه وحاجة او 10 جنيه. جبت نسكافيه طبعا الاصلي، يعني انصحك بلاش الحاجات اللي هي فيها 2 في 1 و3 في 1، لان دي بيبقى عليها اضافات كتير مضرة، يعني بيبقى سعرات الحرارية عالية وملهاش لازمة، الافضل ان انت تجيب الاوريجينال. وطبعا لازم تكون في النظام بتاعك، لو انت من الناس اللي بتحب الكاكاو او بتحب الشوكليت يعني، تجيبي كاكاو، ده كاكاو 100% طعمه كويس جدا، سعره كان حاجة و30 32 اعتقد، ممتاز جدا. واجمل حاجة في الكاكاو ان هو بيحسن المزاج، فبالتالي انت مش بتزهقي، يعني ممكن بيظبط مزاجك شوية لو انت مثلا عامل نظام اكل معين فبتحسي ان الموضوع ايه، لا احسن. النوع ده كويس جدا وجربته وطعمه فعلا كويس، فانصحك جدا بيه، وهتلاقيه في كارفور مثلا، فتح الله كده. بالنسبه للسكر، امتعي عن السكر العادي تماما، لان ده اكبر خطر ممكن يعني بس يواجه اي حد، هو السكر والملح والدقيق الابيض، فالسكر مش حلو. انا جبت سكر كتير، كنت دايما بجيب سكر دايت كتير، بس جربت انواع تانية ان شاء الله بقول لكم عنها. بس النوع ده انا لقيته جديد، وكمان كاتبين ان هو بدون اضافات طبعا، زي ما انتم شايفين ما فيهوش الحاجات اللي هي المضره زي الاسبرتام وزي الحاجات التانية، فكويس يعني. ده كان سعره 28 او 29، في جوه كده معلقه صغيره بتاخدي منها، ولسه ان شاء الله هجربه هكلمكم عنه. بس انا متفائله لان ناس كتير قالت ان هو
كويس، فبجد بلاش السكر العادي، وحاولي ان انتي تنوعي في سكر الدايت، وهتلاقي هي هيها يعني عشان تكسبي صحتك يعني، فجيبي سكر لايت. بالنسبة للعيش، ده توست بالردة من ريش باك عادي يعني، موجود في كل السوبر ماركت، كارفور وفتح الله وكل الاماكن اللي انتي بتنزلي فيها هتلاقيه. سعره كان 9 أو 8 جنيه، وانصحك بلاش يعني استبدلي اي حاجة بالدقيق الابيض للدقيق الاسمر، او الدقيق اللي فيه ردة، او الخبز الكامل، وبيبقى هو هو. من الحاجات كمان اللي بحبها الشوفان، الشوفان ممتاز جدا، وبديل بقى الكورن فليكس، وبديل الحاجات دي. اولا بيشبع وبيبني البطن، وهو حبوب كاملة اصلا وصحي يعني. العبوة دي كانت عبوة حجم كبير، النوع ده انا اول مرة اجربه، انا جربت انواع تانية بس ده اول مرة اجيبه، هجربه ان شاء الله اقول لكم. سعره كان حوالي 18 تقريبا، 18 او 17 حاجة كده، في الحدود دي. زي ما انتوا شايفين هو يعني طبيعي 100%، وطبعا من جوه بيبقى، ما تجيبيش اللي هو بيتكسر، لا جيبي اللي هو الحبة الكاملة. من الحاجات اللي بحبها جدا جدا اللي هو الديجستيف، الديجستيف انا دايما بجيبه بصراحة يعني، لو انا مثلا صاحية الصبح وعايزة افطر، او انتي مثلا من الناس اللي ممكن مثلا يعني عايزة تنزل كده في وقت سريع وكده، فعايزة فطار خفيف كده، هو اولا من دقيق القمح كامل، فممكن تعملي مثلا شاي نسكافيه وتاخدي ليك مثلا اتنين وكده. ف دي من الحاجات الجميلة اللي انا بحبها، وده كان عليه 25% اضافة جبته، وكان حوالي 18 برضو او 17 في الحدود دي، فكان سعره كويس، وكان فيه كمان 25% زيادة. هو بس مشكلته زي ما انتوا شفتوا كده، ان هو كله في عبوة واحدة، فانت انصحك يعني تحطيه في علبة مقفولة بعد ما تفتحيه، بحيث ان هو تضمني ان هو يكون نظيف، وما فيش حاجة يعني ما يبص. مثلا من الحاجات المهمة كمان اللي انت لازم تعمليها كل يوم، ان انت تاخدي معلقة عسل طبيعي، لازم 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 لازم، لان هي حلوه جدا. لو انت بتعاني من هالات او عدم نضاره او عندك مشاكل، فالعسل لازم، تاني عن السكر، بس خدي معلقه عسل. ممكن تاخدي معلقه عسل على ميه، كوبايه ميه، ممكن تحطي عليها زيت زيتون او عسل بس على كوبايه ميه. ده كان عرض 2 وعليهم 1 من ازيس، مش فاكره سعره بالظبط كام، بس اعتقد كان حاجه و40 على ما اعتقد يعني. فالعسل ده انا اول مره برضو اجربه، فهجربه واقول لكم هو كويس ولا لا يعني، طعمه كويس وتقيل ولا لا، كويس يعني من النوع النظيف ولا لا، ان شاء الله هجربه واقول لكم. من الحاجات المهمه برضو اللي لازم تعتمدي عليها في حياتك، منتجات الالبان والزبادي، دي حاجات مهمه جدا عشان الكالسيوم، وعشان تفيدك وتفيد جسمك، خصوصا لو انت بتعملي مثلا نظام معين، فلازم تكوني بتغذي نفسك. انا جربت البان كتير بصراحه، المراعي وجهينه وكل نوع، كنت بجيب العبوات كانت على طول افتحها الاقيها تاني يوم الاقي طعمها اتغير، وبالتالي برميها. النوع ده حلو جدا، انا بحبه جدا، اسمه صباحو. حتى لو انا فتحت الكيس اللي انتوا شايفينه ده من الجنب وكده شويه وسبته، بيفضل زي ما هو، وما بيجرلوش حاجة يومين او ثلاثة كمان، فكويس قوي. هتلاقيه سعره 2 جنيه وحاجة، و400 جرام. وعرض الزبادي ده كان موجود 9 وعليهم 3، هتلاقيهم في فتح الله وكارفور يعني، هو فتح الله اكتر بيعمل عروض زي كده. بس عامة انت بتعتمدي على الزبادي في حياتك يعني اي نوع، وعلى فكرة مش شرط تكون هي دايت، ممكن تكون عادية، هي كلها بيبقى السعرات بتاعتها مكتوب عليها من بره، فما بتبقاش كتيرة، ما بتبقاش تقيلة قوي يعني. فانصحك بالزبادي دايما بالليل، من الحاجات الجميلة قوي اللي بتساعد على الهضم، وبتخلي ليكي يعني بالليل بتكون حاجة خفيفة وبالتالي كويسة، ومش بتزود الوزن ولا اي حاجة، فانصحك بيها جدا. العرض ده مش فاكرة بكام بالظبط، بس هو زي ما انتوا شايفين. من الحاجات المهمة الفاكهة، من اهم حاجة ممكن تعمليها يعني في اي نظام كويس او صحي، هي الفواكه. في فواكه طبعا كويسة، وفي فواكه لحد ما ممكن تكون يعني ايه تقيلة شوية، زي المانجا والتين والبلح والكلام ده كله، ده ممكن لو انتي مثلا عايزة تخسي فبلاش منه. لو انتي بتعملي بناء عضلات، وان انتي عايزة هيلثي فود وكده، ممكن تاكليها بس بكميات ايه معينة حسب النظام بتاعك. من افضل الحاجات اللي انت لازم تاخديها كل يوم هو التفاح الاخضر، او عامة التفاح الاحمر عادي، بس الافضل اللي هو الاخضر او الاصفر شوية. لازم كل يوم تاخدي تفاحة بقى، يعني خديها حسب ما انت عايزة، شوفي الصبح عايزة تاخديها من الوجبات زي ما انت عايزة. والموز، على فكرة الموز في ناس عندها فكرة ان لا الموز تقيل ما تاكليش منه، انت لو كلتي مثلا الموز 3 ايام 3 مرات في الاسبوع على 3 ايام مثلا او 4 ايام، كلتي مجرد واحدة في اليوم مش هتعمل لك حاجة، ومش
مش هتزود الوزن، لا بالعكس هي بتفيدك، لان الموز فيه فوائد كتير قوي وبيكون كويس. ممكن تحطي عليه عسل وتحطي عليه شويه قرفه مزايا وبتاكليهم، او قبل التمرين مثلا لو انت عايزه بناء عضلات وكده بتعملي برضو، بيبقى بيديكي بار، فمهمين جدا. من الحاجات الحلوه اللي انا شخصيا بحبها وان هي مفيده وخفيفه برضو هو المشروم. في ناس بتحبه وفي ناس لا، انا شخصيا بحبه. فده كان عرض 2 وعليهم 1، فانا جبته. كان العرض حوالي مش فاكره بالظبط والله سعره، بس هو النوع ده يعني انا جربته كويس، مش وحش. بس انتي دايما جيبي الكامله، ما تجيبيش المتقطع. هو ده كان عرض على القطعه، بس انا بحب دايما اجيب اللي هي الكامله. فالمشروم مفيد جدا وحلو جدا. من الحاجات برضو المهمه اللي انت لازم تجيبيها طبعا الخضار. لو تقدري تجيبي خضار طازه وتعمليه انت في البيت اوكي، وتحطيه في الفريزر مثلا ماشي. مش قادره فجيبي جيبي دي اللي انت شايفاها دي، بجد ممتازه، يعني بجد ممتازه. الخضروات مشكله وفيها كويسه جدا. انت بتاخدي كوبايه تقريبا في الوجبه بتاعتك في الغدا، فالنوع ده حلو جدا، والخضروات من جوه حاساها نظيفه فعلا وكويسه جدا، فانصحك بيها جدا. نيجي بقى للجزء الحلو ان الناس كتير بتحبه، اللي هو التجميلي شويه. فنيجي على الحاجات اللي انا اشتريتها وكده. اول حاجه هبدا بيها، هبدا بال الفيتامينات. الفيتامينات مهمة زي ما قلت، حتى لو انتي بتعملي نظام غذائي يعني بتاكلي كل حاجة كويسة وبتاكلي فاكهة وخضروات وكل حاجة، برضو بتحتاجي فيتامينات. لو انتي تقدري تجيبي حاجات مستوردة ممكن اوكي، يعني لو ميزانيتك تسمح اوكي، لان هي بتبقى غالية شوية، فوق 200 مثلا او 175 وهكذا. لو انتي مش قادرة جيبي برضو المصري وتبقى كويسة جدا والله. اهم حاجة عشان تحافظي على شعرك وعلى ضوافرك وعلى بشرتك وعلى كل الحاجات دي، علشان لو انتي بتعملي نظام معين وقللتي في الفيتامينات الحاجات دي كلها بتبوظ. فانصحك دايما بالحديد، يعني دي كبسولات مثلا كان الدكتور كاتبها لي، يعني كانت سعرها تقريبا 14، فيها فيتامينات كتير للناس اللي هي من دايت او حمية غذائية. هو كان كاتبها لي، بتاخدي كبسولة واحدة في اليوم زي ما هو مكتوب. فيتا زنك او فيتا بلس زنك. كان في فيتا زنك الصغير قبل كده، ده كنت بحبه قوي لان الكبسولة بتاعته كانت صغيرة. انا بتعب من الكبسولة الكبيرة بس بحاول دايما اخدها. فالفيتا زنك او الزنك عامة مهم جدا جدا لشعرك وضوافرك وبشرتك وكل حاجة، فمهم جدا ان انت تاخدي الحاجتين دول. ده كان نوع مكمل غذائي، ده للناس اللي هي برضو يعني بتقلل وزنها شويه. في شاي اخضر وفي حاجات مفيده وبتحرق وبيساعد على الحرق، وجنزبيل والكلام ده كله، فكان كويس. مش فاكره سعره كام او مش مكتوب عليه. وده انا اتكلمت عنه قبل كده، هو حديد، يعني هو والابيض التاني ده الدكتوره كانت كاتباهولي، اللي هو مش عارف ايه الريتش بلاس ده، وكان الاتنين حديد، تاخدي واحده يوميا وفيتا زنك. كنت الناس اللي اتفرجت على الفيديو بتاعي بتاع مشترياتي من الصيدليه، كانت الدكتوره كاتبالي على شامبو خلص طبعا وخلاص، فبدات ان انا قلت اغير يعني، فلقيت عرض داف، يعني انا كنت مجرباه قبل كده، خصوصا الذهبي ده كان كويس. ده كان عرض الاتنين ب34. على فكره بالمناسبه داف يعني طائر، ف انا قلت اجربه كده شويه، يعني الخبط بقى الطبي، حاول استعمل حاجة عادية. فان شاء الله هجرب، انا اول مرة اجرب اللي هو بديل الزيت ده، هجربه واقول لكم رأيي فيه. بالنسبة للشفرات بتاعت فينوس بريز، الناس اللي سألت هي فين وموجودة فين، انا جايبها من كارفور من اسكندرية، هتلاقي مندوبة هناك واقفة، وهتلاقيها بتقولك المكنة اصلا نزلت بشكل جديد وسعرها حوالي 48، ودي الشفرات سعرها حاجة و70، حاجة و60، 67، يعني تقريبا 70 جنيه. فيها 4 شفرات زي ما انتم شايفين كده، بتيجي بالشكل ده ومغلفين. فطبعا الشفرة بتقعد، ممكن تقعد معاكي شهر، شهر ونص، يعني حاجة كويسة يعني، او ممكن اكتر كمان. بالنسبة للبالمرز، انا حاليا بجمع كل منتجات بالمرز اللي بلاقيها، علشان خاطر طبعا عشان بيبقى في رياضة وفي حاجات زي كده، فلازم طبعا مع الرياضة لازم ان انتي تهتمي ببشرة جسمك عشان الترهلات وكده. فانا بحاول ان اجمع كل بالمرز الموجود عشان هو كويس جدا. جبت كمان كريم اكارا للشعر، هسيب لكم الريفيو بتاعه الفيديو اللي انا كنت مكلمه عنه تحت، وانا كنت بقول هو مش موجود فانا لقيته.
لقيته في فتح الله نزل بشكل جديد، يعني غيروا شكله، فجبت النوع اللي انا تقريبا متعودة عليه، هو بالاعشاب، وكان نازل معاه الحنة دي هدية، هو مكتوب عليه اللي هي مش بالامونيا، ويعني كويسة يعني للشعر، بس انا ما اعتقدش ان انا اجربها على شعري، فانا مش عارفة، ممكن اديها لماما تجربها، بس كان نازل العرض ده، يعني سعره 25 جنيه، وموجود في فتح الله، اكيد هتلاقيه في كل فروع فتح الله، وممكن كمان تلاقيه في كارفور، فدوري عليه وهسيب لكم الريفيو بتاعه تحت ورأيي فيه. جبت كمان سيروم للشعر اللي هو اسمه تريس، وفي نوع تاني اسمه ليند كنت جربته. ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول هنزل رأيي وتجربتي في الاتنين دول، هتلاقوهم على طول بعد الفيديو ده. وجبت كمان الشامبو الجاف ده، طبعا ده مشهور في العالم كله، يعني ده حاجة كده كل العالم بيستعمله، هو حلو جدا، المفروض ان هو على الناس اللي هي بتلعب رياضة وشعرها بيعرق، او الناس اللي فروة راسها دهنية ودايما بيحصل لها حكة وكده، او ان هي تفضل بقى تهرش يعني بمعنى اصح، والموضوع ده فانا جبته عشان اجربه بس كده. دي كانت المشتريات بتاعتي وكان كل حاجة، فان شاء الله اشوفكم على في فيديو جديد، واتمنى ان انتوا تتابعوا القناة بتاعتي، انا اسمي ايمي عاطف زي ما مكتوب في الفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي، مع السلامة.